بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وعاه ما لنا أحد أه بش اللي حال لو يكون لواتني عفرته إسلام أركان وافقصان بشكه وتمناد كنا أفر بقال أفرتن إيشان هجرية وحن هالك نسخوه إمانا وإجابنا أرهمنا إنا قدوك الله هدو يعلي إراهو حفلة دادو قيام بلان أهد فعدي أولو رئيسة وصاصارو مركز اللي إراه إمام الشافعي أن هدو يعلي إراهو حفلة دادو قدوك الله دوانا بلسين تعيبا كوهر وحن جعلها إنا سوى بويو مرت الشرف تكل الدوان أوه الريان والدين تا إن سود دوان جعلوا حاله سود وادا أدبلنا ستين وقت جينا قيمها بلن عصاه رتان وأنا نكذا محلنا أنا سود وادا وعين لنا وحاك الله لك إن لو تشوفا أم مرت الشرف تكمل دا قدوميها قد جمعية الإيراء جمعية تبدا خير يا شيخ فارح محمد وحاك الله أصنع بلحي سفرية شيخ عبد الرحيم أو إسلام مركانا أساسا إسكول كليلة الممتاز وحاكرا أسنا مرتبة كم يدو أنا رفض ديو شيخ سالي لولة أو كم يدو قدي وحبر شبع جمعية الهدى لما أنت نوحانا يسوى دوالة وحاكرا أيضا يسوى دوالة هيا صحفة أو هذا إن رجوع عن كل مية أف أم أيضا نوحانا يسوى دوالة سوى دوالة أنت أكدب وحان جاء على هاي حفلة دينا انت قيبات وقيب سلام دونتين عن هالكنا ايضا كشيبه ما دام حفلة دا اما برامجك حين يقولوا ترقل اونا رد عفاي هدو يقال لي راهو لبدا ساعات اما سدع ساعات صوص عطو ايان هالكنا كسو قبا قبين دونا هدو يقال لي راهو سدع قيبات وكوكو منان دونتين هدو يقال لي راه ان شاء الله واتو كستبع انا او ترقلنا اينا ندافن حين يقال اردبا ayaa soo bandhig inoo sameyn doono kadib marti sharafta ayaa hadli doonaan kadib aad uu alle yiraahdo oo akhtitaamka ah waxaa shahaadoon la siin doonaa ardada maanta ka gudbeysa marxaladda ibtidaaiya ama iskuulka hoose insha Allah wixii ka dambeeyna waa soo xiranaynaa balse waxaan soo raaynaa intaan hor aanan u gelin waxaan ka hormarsanaynaa aayada quraan ah oo ku furfurayno oo ayna akhrin doono arday la yiraahdo Cabdulatif أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب حين وحبا أرضي ليراهدو
إسحاق محمود. إسحاق محمود كسروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا مركز الإمام الشافعي لتعليم العلوم الشرعية والعربية. يسرني ويسعدني أن أظهر قدامكم في هذا الصباح الميمونة. وبعد، أقدم إليكم أيها السادة والسيدات والضيوف الكرامة والمتفرجون والمتفرجات والمشاركون ومرتب الحفلة والأساتذة والطلبة وكل الدكاترة الكرام والمجتمعة الذين جاءوا من كل أوب ومن كل أطراف البلد، تحية إسلامية تتمايل لها الأشجار الباسقات والتي أحلى من الشهد وأطيب من ريح المسك والعبر وأرقى من الريح، والتي تأتي من شريان دمي وعروقي وتزف إليكم الزهر والورد، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعين الله ترعاكم ما دمتم أحياء في هذا الكون. وأشكر خاصة أساتذتي ومشايخي الذين ضحوا أنفسهم بتعليمنا وتطوراتنا وأقول لكم شكرا يا أساتذتي ومشايخي، وجزاكم الله خير الجزاء. وأيضا أود أن أوجه بالشكر مؤسسة بئر العلوم القائمين لمرتب الأساتذة وإنفاق الطلبة ورفع معنوياتهم وتطوراتهم. وأيضا أقدم بالتهنئة لزملائي وزملاتي على تخرجهم، وأقول لكم شكرا. إثر هذه التوضيعة أريد وأحاول أن أتبرق بمثلي أمام هذا الحفل المبارك أو الحشد الكثيف وأمام العيون التي ترمق إلى صوب إخواني وأخواتي. كما ترون إحنا في حفلة تخريجية خاصة في الشريعة والعربية، وهذه هي منحة من الله وثمرات جهد الأساتذة والوالدين. كما أنتم على علم يوم تخرج الطالب وبمثابة يوم العيد بالنسبة له ولأهله ولأساتذته، لذا أشعر من صميم قلبي ببهجة وسرور حقيقة لا أستطيع حصرها. كما هو المعلوم لدى الجميع، هذا اليوم كثيرا ما ننتظره أنا وزملائي، فما أعظم الشعور بالنجاح، وما أجمل أن يتوجه المرء على مشوار التعب والجهد والتحديات المبذولة. واليوم قد وصلنا كما نشاهد آمالنا، وفي الختام نتمنى من الله أن يوفقنا جميعا من كل ما فيه الخير والمال، وأن يحفظنا ويساعدنا على تضييرات أنفسنا ومن ثم تضير المجتمع والوطن. وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسحاق محمود أبو ماسيهي وحينو وحبايو أرضوك رعاه
ubax macalim aisha sheekh cabdirashiid oo inoo soo akhrin doona ama inoo akhrin doono siira الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إليكم منظومة الأرجوزة المهية لابن أبي العز رحمه الله تعالى وقال الشيخ الحمد لله القدير الباري ثم الصلاة على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة الأرجزة الفصول مولده في عشر الفضيل وبعين الأول عام الفيل لكن ما المشهور ثاني عشره في اليوم إثنين ضلوع فجري ووافق العشرين من نيسانه وقبله حين أبي حانه وبعد عامين قضى فضيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت وبعد عامين شقاق بنيه وبعد أربعين سنه وبعد ست عشر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد الثمان مات من غير كذب ثم أبو طالب العم الكفل قدمته ثم إلى الشام الرحل وذاك بعد عامه ثاني عشر في أمر بحير مشتهر وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 كورة لأمنا قضيجة متجرة وهدى فيه رابحا مستبشرة وهدى فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده مما قال إبراهيم فالأول قاسم حاز التكريم وزينب الرقية وفاطمة وأم كفتم لهن قاتمة وظاهر الضيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي صدق الله أبو ماسين الله بركة قباء وحينا وحوة عبد القادر أحمد مولي شيخ عبد الرشيد سادام عمر يوسف وإنا أخرنا أيوه كتاب الرياء عمريدي أو كم يدا من علم النحو وحلها صوب الأذى كلام لفظ مفيد المسند والكلمة اللفظ مفيد المفرد اسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثة هي الكلم والغور لفظ قد أفاد مطلقا كقم قد رئيم زيد ارتقى فالاسم بالتوين والقصد العري فالحرف قصد بلا وآلف والفعل معروف بالقد وسيني وتاء تانيث مع التسكين وتاء فعلت مطلقا كجيت لي ونون واليفيف على النوافل والحرف لم يصلح له علامة إلى انتفى قبول العلامة إعرابهم تغيير وآخر الكريم تقديرا أو لفظا لعامل العلم أقسامه أربعة فتعتبر رفع ونسبها كذا جسم وجر وكل قرداز بفي الأسماء يقال وكلها في الفعل والقصد امتنع وصائر الأسماء حيث لا شبا قربها من الحروف مغربة وغير ذي الأسماء من القرى مضارع من كل من قد خلا لرفع من ضمة أو الأليف كذا كنون ثابت لا منحذف فضمه في اسم المفرد كأحمدي وجمع تكسيري كذا على عبدي وجمع تانيثي كمسلماتي وكل فعل مر بالكياتي والواو في جمع ذكور سالمي كسالف ونغوه لمكارمي كما أتت في خمسة الأسماء وهي التي تأتي على الملاي بارك الله فيكم waxaa ina wuxuu xogtaa
حنان بشير أو إنه آخرنا يسوه كتاب كليراته بدو الأمالي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد بنظم كاللآلي إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال هو الحي المدبر كل أمر هو الحق المقدر ذو الجلال مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال صفات الله ليست عين ذاتي ولا خيرا سواه ذا انفسال صفات الذات والأفعال دوران خديمات وصونات الزوال نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست قال وليس الاسم قيدا للمسمى لدى أهل البصيرة خير آل وما إن جوهر ربي وجسم بلا وما إن جوهر ربي وجسم ولا كل وبعض ذو اشتمال وفي الأذهان حق كون جزء بلا وصف التجزي يبنى بلا وصف التجزي يبنى خالي. أبي ما سنتعي حنان بشير وحي نروح وقتها فردوسي يوسف وإنا أخرنا يسوى خطبة قطع اللغة أما لا حرّت علم بقى يفضل يسه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم في مركز إمام الشافعي للتعليم علوم الشرعية والعربية يسرني ويسعدني أن أظهر قدامكم في هذه الصباح الميمونة. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أفضل العلوم على الإطلاق هو علم بالشريعة فبه تعرف الطريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. فنحن ندعو كل يوم وفي كل ركعة نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق الذين أنعمت عليهم بهدايتك لهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم الذين عرفوا الحق فعملوا به ثم نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي غير طريق الذين أنعمت عليهم وهم الذين عرفوا الحق فعملوا به ثم ولم يعملوا به أي غير طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به كاليهود ومن شابهم ثم اعملوا رحمكم الله أن العلم الشرعي من حيث وجوب تعلمه ينقسم إلى قسمين قسم الأول ما يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة هو ما يصح به المرء عقيدته وما المعاملات يقدم عليها ومن ذلك أن يتعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف يبيع كيف يشتري وما الواجبات ليمتثلها وما المحرمات ليجتنبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمرا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم أي من عبد الله بعبادته ليست على وفق ما شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه غير مقبول عند الله تعالى. وأما القسم الثاني فهو ما زاد عن العلم الواجب هو فرض الكفاية إذا قام بتعلمه يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقي. نسأل الله تعالى أن يوافقنا لطالب العلم النافع ويرزقنا خشيته وأن يهدينا صراطا مستقيما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهدى ومعصن فردوس يوسف الله بركاته وحين روحه كان أباح معلم عائشة شعر النشيد وإنه آخرنا النشيدة
للطرح اليوم الكثير والكثير من التجليات، وقد تغلغل في كيان كل منا مالعا الارقام، متلاطمة امواجه في الدواخل ومستحوذا على الافئده والمشاعر. وهذا المقام لبثه اليكم، وانتم تحتفون بنا بكل صوره يمليها علينا، كلمه، شعرا، تمثيلا او نشيدا، ولكل صوره اصحابها. فدعونا نطلق الان حناجرنا بالنشيد بوحا ببعض الحبور. تخرجنا 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 بحمد الله اتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعبشتنا، على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فم طالبنا. فإن سالوك مدرستي فإسلامية العلم، تسامع قدرها الأمم وينم شرقها النيل. فهذا يوم يحكي عن سنين عزيمة وكفة، يا هجر الرفاق النوم في ليل وفي إصبع، مدرسة وبحث في فضاء العلم في الإلهة. تخرجنا لله سدما زرعناه بكل نجاح، فإن سألوك مدرستي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شرب النيل. تخرجنا تخرجنا ففرحتنا مدققة، ودي الأديار سادحة بفرحتنا مشقشقة، ودي الأزهار فائحة وعابرة ومنعشة، وكل القول أشرق فالسماء والأرض نيرة. فلله الموفق من كياني حمد ذي شكر، ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر. حللتم بيننا أهلا بكم كل ذي قدر، بكم ضاب المكان وقمت الألحان في السفر. فإن سألوك مدرستي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيل. تخرجنا تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعبشتنا، على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فم طالبنا. فإن سألوك مدرستي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النيل. مرحبا إن أسوء جزيلا الله بركاته باس حدو قال لي راهو ما دام وقتنا عريضي اسكي هاي أرضا بلان أو بندق إن أسوء من ربين با إن أسوء من بلسحي أشياء عرمجر أود أو وقت أقابي هاي أيان أقابي لنا ويحاد دكا دمان وحن أقود بينا حفلة دا قيبتا وحراء أرضا بندق هالكا سانكوا كينانا وحن أقود بينا مرتي شرفتا إيا كلمين كإريه لهايين وحا هذا إن أسوء جزيلا محاضرة حدو قال لي راه شخصان هلولة شخصان سبعو. أهلا وسهلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. وبعد، علماء الدين فشرفت على والدك يا دمان مرتي شرفك كسو كل ما يحل فدا مبارك هذا بعض الصحافة دمان وحنكو سلام يا سلامة إسلامك، سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. بعد تحية أولا وحنسكو الدردار مينا عبسد إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحن إليها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مؤمنين تيي إلهي كعبسدا ولي وعبسيدي سببتا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذنكم مسلمين مويانا لمننا إذنكم حالات كالاكسوغان معناها كنت دارين إيجيري حالات دارين كنت مع الإسلام ماتكي
تولوا علماء الحيدين التقوى أن يضاعف لا يقصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر إلهي وعين لا بيع أمرنا على عاسين ويذكر فلا ينسى وأنا إلهي مر البعض حسسناته وحسته أولي اللوبين ويشكر فلا يكفر إن أتكو شكر سوى إلهي أو أنكو كفرين نعملو يمكن إلهي أوكو سيئي أو إسلام ما بيعوه الرئيس إيتنا دان أفر إنه وإي كم بتاعي إن إلهي لو شكر يوي لأن شكرتم لأزيدنكم بإلهي هدي أشكر سان وأن إني زيادين إنابي مركي خيوة العزة وحنسكو دردار مينا عبسيد إلهي دمانتين إلهي أنك عبسنو إنتا كدب وحن روينا نوهم بليهيو أبتكا صوماليين إداء يرتاس مانتا صوبان ديكتاي عجائبتاس عن مرخاتيك عن كنهي ماشي نحاول يكو تخرج هزو بان روينا نوهم بليهاني أن لكم بان ليه رجال ونساء فرحبا أن لقيب سنين إلهي ذنك أبتكاس هرسو أنا وان ليناي وحالي يري وراء كل أمة عظيمة أمت كستو وين هدي أغاركتو تربية عظيمة أمت كستو وين أو ملقارت هدي أغاركتو وحاكدن بيساوة لتربية وين ووراء كل تربية عظيمة معلمون عارفون مخلصون مبدعون تربية كستو وين اسكمت ما بقى وحاك انت معلمين أما علماء عارفين وإلهي قرانا هيو مخلصين هدنا وعملكو وحاويان كرن شيئا إخلاص مبدعين وهذا إبداع لإيمان هايو إبداع قفكو هان واح عصب إفكارة عصب إنو زو زياريوي علماء الأس مركة هير كاسو قارسيي الماس أيغان إلا الله العليو كاسي معناها مذيين هاي رددك هذا تكون شكرين ويس إلهي نكو ما شكرينيس وإما سيهم بان إيغان الله إناي إلهي ذنكي وحان فليها يا وقت ينكو ريو لو قبل سنتين أما ثلاث سنوات كور مجرم بان أمالين هول نوعان وكلاء نعوه انتان داني هاد معناها لصوب بندقى مين هاي سنين بان فلي كوا دادكو اللي قويي او دادكو حواء ان برينين او قوا وقع عصي دادكو أفرطي او امد ماشا كو خري وقت انا كغيقا خرشي هانتدين كغدن بي وحسو صارنا ان لهين امبا وحاوي امد او ديقيا عبي امبا امد قعان تكواي او كوهب ستي ويخي وحاوي ان الهي بان سودا فيي وحان لينا يقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا باطل كل هو استي أمضو وصوت ما علي دد ونعكسن أو دين الإسلام كأقوال أولى أو أمضي أوت كواح برهايو أو سس حولي أو ترجمها يو يا وحان لينا هاي يا أستاي أمضي وحان لينا مركة دمبيا مجاري ده عن طعن عارف ملك يا يكون عارف بان لي هاي مركز كان أديلا يراه أدو جودان هذا معناه صوب عندك هاي ناروتو يعني لما وجان بان لينا ينك استو قف قصو عد كان أوجار وحان روا أرضا قلن جلسي إلا أن هالكلمة ضوى أرتو وما سنتهين دلالك أتسود دلاشين إيه قوشاس قاردة أتقارتين وأتكو ما سنتهين وأتكو أمانينا وعلى الروائن هر الله سعلو إنتا أماها فأنا وفرقة مغضنا ليري ولي لما قارين وعبرشادو وحيليها إيميل بالله وإيميل دحي إيميل قدام بيسي ليها وحسيها ماشي دحاتها قنتين إلا هارو سعطان وهدف قدام بيئات قارتان يا لغا مارمان هدف كينا مركا هنغ ومس سرعيو امانا سوكا وحوا هاكا فيرينينا انا سيس عطان باللوب بهاي هاي دمانتين وحان روا انا معنا ان كبرا رجي ارددو ويحا دماشن اكسوا بندكتين وحي اسكو مجرين كتابتي انا قاني يوحاوي وكل لغات العربية معنا كو قران نو بحايا waxaa laga marmaan marka maadaama wax meesha ku barna aad ku baraysay diinta islaamka ay tahay luqada carabiga inuu ka dhisan yahay ardayga laga marmaan wey luqada carabiga hadii aad garanaynin kuma suur galeyso inaad barato oo diinta ay ku sahlanaato ma suur galeyso luqada carabigu waa afdal luqad luqadka kala dhan markii la soo duubo luqada uu fadhi badan wey sideedaba waxaa la yiraahdaa fadl luqada carabiga ala saair luqad كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب بالين ضيح جوجو أفري تبنات ليلة البدر كأفري تبنات دوي ضيح جوجو محدك معنا بوقن كرا ضيح مركو أفري تبنات كي هاي ووقت هو وفتين كبدي هاي حدك ما بوقن كرا هين كنا عازو كلا لغة العربي لغات كلا مركو لو فيريو سلاس ويان سلاس هو فد بوقن تاي وحالي اللغة العربي هو وشعار الإسلام
إسلام كشعائر كيسي مقال كيسوي، واللغات شعائر من أعظم شعائر أمها بالي لغات كسيرة ضلاء أمضاء شعائر طول مدة أولوي أمضاء شعائر طول مدة أولوين كاوي ينبال اللغات إذن لغة العربي هو أمة الإسلام أمة الإسلام كشعائر طول حيلا أولوين بمعنى يكو جرتا كتاب كيلاهي أيضو كسعلا وإلهي باواكا كتاب كيسو الضاري صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام هبله البيان دين بدين الإسلام كوردان أيضا كسعطا فضل يا فخر يا فاو حاوف من اللغة العربية إنه إلهي كتاب كيسو الضاري ما حاوح كالورا هنبا كتاب كيلاهي من اللغات كله قرية دوريد إلهي الضاري باوف من فضل يا فخر لما برنكر كتاب كيلاهي أيضا اللغة العربية قرنين سنانا ينبرن كرتيد أذيب اللغة العربية برنين قرن لين وعاقل أعلن إليين برشاد اللغة العربية وتشبيه يمشابه صدر هذه الأمة ومضى نحاول صدر إيدي أو صحابتي إيتابعين تي إسكو كيسين لإسكو كيسين هاي أم لإسكو شبه هايو بيكتر جميسا وصحابتي اللغة كلمة يسن دنجرين تابعين تي سيدو وكالة إذا مركا يجي إلا سكو شبهه تشبهوا بالرجال لم تكونوا مثلهم إلا تشبهوا بالرجال فلاهم رجع دين جاري كرين رجع سكو شبهه وحيال إلا سكو شبهه يقول سكو كيسي إلا فلاح يلبان وحال روا مركا ما دام كتاب جاء أن لبرن كرين صلى الله عليه وسلم لبرن كرين عليه الصلاة والسلام بدون اللغة العربية اللغة العربية نحوق الله سعره الله برطه وواجب فرض عين ويقف الرجل كتاب الله صلى الله عليه وبركاته عليه الصلاه والسلام اذا مركب يوز ليس ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وحسن واجب كتام نقرين الا ان لا ما لم يها فهو واجب كتاب الله هذا وجود بكرين سنن هذا وجود بكرين وقصب وانا واجب ان ادبرت اللغه العربيه وحكلا وحو حيكم مشغولين ايضا هو رئيس اللغه لكن لغة معناها اللي إنجليش كه يا وقت اللي جب هي دقائق اللي جب هي إن أيها اللغة هرمري أو اللغة الرئيسية رد بعد شقي مركز اللغة الكويتة وحلقة دي عالم واللغة وحلقة إنترناشنال إنترناشنال نوع ما عنايو عارف يا إنترناشنال نوع سيدو مركز يكون دقان كشيء وثنا بحكة دي عن لغة دلوقت إلى هنا يك جهران إن أيها اللغة العربية عد معناها إن أي توكس تربطه أمبا معنا لو تلاقينا إملاء وحوي أي كبا برتو هير كذي جارزين أردت أوقف إسلام كي ولوقف أي دين إسلام كدم بلوقف أي ملاك وطاي ملك داك وطاي واحد بل وصع الله جرنين دواقيسي وحوي أنا إسلام قابكو أقرميو ملوقد أمد بين قمرتا ودين بلا رسول يا لوسو ديوان دين بلا رسول أوي واحد لغة عربي كسوارة وبن دين بلا رسول أوي واحد لي ما لنا مكر شيطاني بلا إباس بالين كم أدون سريد مركة واحد هو يدين وعيله آخر مركة تكتقبر مركة هذا هو السؤال الدارة واحد ورا واحد هو يدين على لغة عربي من ربك قالوا لي هاي لغة كلا وحاول جوجل ويدري يك قاعد مركة لغة عن كلا وحيلا اسمع لا يعني جاي يك قاعد وحويان لو قاعد إن لو قدر معها شرفت على كل هاد يان لو قدرين مسلمين تو أيهم بعمل كل هاد أيهم بواح لو برنجرة أيهم بواح لو قراء مردو أو دحرنة بيت بلواتين ليرا قراء والبلوغة بيها لود ديوان قليو كن سال بلواتين يلحي مؤتمر باكو مؤتمر كل ليرا هو جامعه مصطفى كمال أتاتورك نك ليرا وقت هذا صوب بلواتين ليرا لغة عليها لجورو أو قول باللغة هي اللودة. سيد المرك إلى يوم من هذا امتحان كسا سيد اللود سريع. وحيلها من مذيعه حدي أن أمد إسلامك هي كم تها اللغة العربية. دين تانكم مذيع سماي. لغة العربية أنكم مذيع سماي. تاريخ أنكم مذيع سماي. وحول بانكم مذيع سماي. مجرين إسلام لغة كلا لمجرين. إسلام باصبر كلا لمجرين. إسلام حدود كلا لمجرين. وحنا دواء إسلامك كانوا. wuxuu isticmaalka noo keenay waxa soo dhanba islaamka halba ameel uu joogaba halu baayna markay la yasluha aakhiru hadhihi al-umma illa bima salaha awwalha ummadan awwalkeedu wuxuu ku wanaagsanaade umbu aakhirkeedu ku wanaagsanaan kara dalayra marka luqada carabiga waa aqoon waa inaad u istaagtaan
دينت النولان تيوي نينك لوغا الاستاذ اجر بالي لا يا شكلان وقال له استاذ مركي لا يدينك او لوغا كود عشان مدي تاسارتان كو سومالي عمل على سعودي تيغو ميل بقاحي سوق المركز شو يقولوا يلو دوباشن اللي راه دياغ وكنت يشور يلو طلبوا لوغا عربي موسى كرنا ينو كاس في ايتني دبر دجاجه تنبير ايتني دبر دجاجه تنبير عرفت مركة ولا يا من واحد حلو عابد وأنا ما بحب دل ما جوا سخبة طالع مركة أنت أنت أكو قد عن وعويان لغة العربية مالس كسر الله إن شاء الله تعالى وانسوق وقبينا يا والد كحال الله يا الكلمة والد كلا يا والد مسؤولية بين سارا أما الرق أو أما الضمر أو الماء هذا مسؤولية بكا سارا إلى أن وقع على حساب تمي ماشي أدقين يسوق يمشي وحكة برا عيان المها وينات كوا قبطوي قولا وحويان سحب شرع عضو الماء كقارن هيان وينات معناه الماء لا تكون تاي أو تجيسوي سيما هو يدو الماء يوم بعد عنكوا إذا سيربا قبط دمر كه هو يدو حاله هو يكون من غطوا بولادتها بالما الماء إذا شو كمان غطى له هو بل بتربيتها تربية هو يكون غطى هو يدو تربية ونعكس بالرغم قلبي إن أسيسان قفت الدمر كذا ونصف المجتمع بين والمضو مجتمع نسكي سوي سيسبة مجتمع ضن بالشدة نسكي سوي وصي كل نقطة نسنا ويدا ليسا وتربي نصف الآخر نسك كلام ويبربارين ومضي الدمر كيلا حسابه وزير كأربعة جلها ما مغشين دولا ما كلجو وقفت الدمر كذا سيربا حيل هذا هو أربعة جلها حاجة كوا جروا على كوا أربعة جلها الماء ماشي جوان سما شما هل كل رواه وحلو ترب وبر باري هل كاسوما المترب جودة بجور في عن أي تاي أخلاق الدين لا داي تاي المو تربيان جوري جمرك وحاكس وبيه المتربي إنسان أو أخلاق له أو مبدأ أنفعه دين توي أنفعه يا كسب به لكن هذه جودة الله وضو ما شاء الله في على جمس سوقي فساد الرجل ظلم وفساد المرأة فتنة بالي نينك هدو فساد وظلم نفتي سنبذ المي كل يوم بفساد لكن قبضها دوفة سهده إلهي نومك هنا أرنت وفتنة لي والفتنة أشد من القتل ظلم فتنة من فتنة كدرا وماذا دوفة سهده بس ويسير أما يفندو حلوه بها المركة قبضه دوركو يعني قاتان ورقي دين فوفوله محرنا يترسو معلوه دوركا هم بيقلين وحاولي إيوه بينك أصوري يعني ملا إلمي المسؤولية بني كسارنين بمبدا مركز تعمل وحبرش الاسكتر بواقو waxa soo fiirisanay waa gabdhii way ku aamaneen yarintaas waxa loo baahan yahay marka insha Allah ta'ala macallimiintaas markaska gacanta ku hayo in la garab istaago waxa weeyaan la xoojiyo waalidow macallimkan aad ka warqabtay wi shaqada uu taagan yahay waa diinta nashrinteeda wi waa shaqada nabi maxamed wi cali salaatu wasalaam ka hadal macallimu ay yakuuna rasuul ahmed shawqi macallimku wuxuu ku sigtay inuu rasuul noqdo siisa rasuulka shaqadiisa maxay ahayd soo diinta la faafimaan ومدو الدين تلقارسيو لبارسوني انبياء شغلو دي يا اوتاقن مركة عبده سو معلمين تو متاقنو معلمين تو اوتاقن معلمين تخير الله سيو وان لسقرب تاوي سيدو غبا وبالن معنا معلمين تفضل غبا وان اتقرتان شعب لا يعرف الوفاء شعب لا يعرف التقدم بالي شعب ان اوفنت يا بالن اقانن اوح الله قلو ان قرنين وشعب ان تقدم قرنين يا عمر سيسبه ما markii aad waxa weeyaan cid aan waxba loo haynin oo macallimiintii sidan ilmaha wax u bareysan ay kula hooseysa ma ki maadiga bare oo iskuulkana uu kula sareey ma waxa la la yaa waxa kale kharash kasta oo la sheegay in lagu bixiyo iskuulaadkii goobii kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga lagu barnaa Cali salaatu wasalaam oo aqoonta Islaamka lagu baranayna waxa weeyaan lagu kaleeyay yahay haduu ka dhaxbaxo macallimiintaasi culimada haday dadka ka dhaxbaxaan دين الإسلام كما باقي عن كرتان سويدنا معلم كوجالة ضد بعض عليها بين القوان ضد كعلماء ضد ملاش كسر حرحر مطي أمري أذان مركي وعين مساجد صقرة أما الدقزية قرآن فرطي أي القوان هدي أنصار دامه معلم كدرب الصومال عقرة نك علماء سياسة إنه قال يا كور استاي إنه قال عصي يا كور استاي shaqad kasto oo midka caami u furan baa u furan oo qaban kara laakiin caamay say diinta uga tagtay oo diinba u daneeyleen hadii la yiraahdo culimadu sidaa u tagto oo aan shaqaysato la yiraahdo
مدين بابا غانزا دين تي اوزار دين تي بابا ازا دين كدو بابا اسلام بابا رساله نبي مشى كبا عيسى عليه الصلاه والسلام معلمين تبارك الرساله دي نشرين تاوي اي انت وي ان علماء ان اي كل سهلان اذان ما حسيدبا ان اتفوض ليس تما صدح قف عالي المفروض يسير نبي محمد باير عليه الصلاه والسلام الا منافق ذو شيبة في الاسلام قف الاسلام قد حز كعن رو يا قفك علماء دتك نو عاصو كره منافق باسي سو فضيستا او وا وا ان واركا علماء اني وحبا اني دد مساجد اسك جويهين قفك اي قلبيسه كو جيرتو قفك نو عاصو كره خصله من خصال النفاق بقلبك سيا كو سوان هل لقد بتورا مارك ارنتاس ارن سالن ما وان معناه نسقامين دين الاسلام كلا نسقامين هايوي مارك الهي ان شاء الله تعالى وقتي اسكا كوبان علماء بدنا وي جوقتان وي جوقتا اه وانا بلينا دمان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ سالم اد وما سنتهي محاضره قيم كاه اروسو جوديينا كو قاطو او الله كو انفعه الله اني غدغو ان انت اكيد وحن كو حجينايا او كو سو دويرها الميكروفون كا شعب الرحيم شعب الرحيم كو سو دو فلا تفضل مجلس كان قيمها هي قايه عليه ولماذا جلد مرتي شرف كدمانتي عرضها المركز كواحد كبرتا والدين تا لما بوان السلام يا سلام تا كذب وحي وآخر سنة عرضها يا ناس وقابطي وحي محاضرة أنا صاحبك شخص سهل بين ناس وقابي مركا مجلس كوم بين غصي دهران إن شاء الله تعالى واسكسو كوكوبيا رالي هذا وحن شعلة هدي لها إذا بالحفلة دان قيمها بضانينا وغاقب قاعتها يصدح قضب وعن سلاي هاي قضب كستبه وحمدي هاي قولي دي سين لو تركيزي هدي لها إذا قضب إدارة يمامل كمركز كأيو خسايا علمضة قضبنا هدي لها إذا يعرض هذا متعلمين تي وحبارنا يسايو خسايا قربنا والد كايو خسي هدي الهيرة وحنكوه رينا يا هدي الهيرة العرض لها كوه رينا يا وحنكوه رئيسين يا مناسبة يا حفلة دعية يا بسكليهين سلا درتب وحن تعالى إن شاء الله تعالى عرض لنا أن كل رجل ياي قايمة مرحلة المانتا كتخرج يسايو كوا يبو وضل وصيحة يهي أنقال المرحلة دنبا إن الهرئ والدلالان سيء النتيجة في عان ومستقبل كل أيك سدان أيو جاران وهذا وقتان قفك مركو عرض يهاي وحبر شو كل سجية وحبر شو ويتعلم تبلن تها عقبه هذا يا هذا فر بلن قفك عدو الصبر موجيانا ووكب حصلا وعقبه هاي قاين ودافع يو يو مجران سيدو وياه هدي هو صبري وياه وإلهي سبحانه وتعالى حرقي سمتينك أو قبسين وياهنا وحبر شرينه كفش المايا كي ما نسا قفك هدو من رشة أساسي وبهرس وحبر شر وكفش المنا مستقبل كي صدم بأي هدي لهي دائماي وهو كفش المايا وحبر شر وحا أساس وحا الله كعبسي قفك إلهي أبورتي كعبسي وليبا مركو حالة التعليم كتيراي ويكسي عليك تعيين وقفكم مقرانا يساي إنه إلهي كعب صلى إمام الشافعي رحمه الله تعالى استقوى حافظها وعيمة الإسلام كرقي وقوة وناء كمدها يا حال الشيخ مرة كمدها إنه كشيخ انت لي فهم حمي علمونا وحيسو قوريا مركو ربعين وحيفديو حاشد البيت كأي مركو خلقتاي كان وآخرين يوم ويا أنا كأكل إيشي صادق كده عرض فان كيسونو تدارك يوم مركبة وحفظنا يوم مع أنه يشتكي من عدم الفهم حتى قال وحنو تجيب لي الشيخ يوكيعها ما كسر وحاولش يتفهم حمي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. يعني شيخي وكيع هذا نتجي أنا وكشي أنا ياي إني فهمتي ذو حنتها وحفهم الله. وكيع ابن جراح رحمه الله تعالى شيخ إمام الشافعي وحيوي ريبولي حفظك يينا الله حبرتها وإلهي سبحانه وتعالى هداية دي سهل يا شاك هرت التقوى يكو حرنتها قف عاصية وإلهي عاصية ياي وحبل لو ما هدي ايو إلهي ما حنونين ايو حنون كو حكو تلاي قف كو إنو راعو برساس كي إلهي وقو تلقل إنو مرو عبسي دي ساها تاسو وقو تلا قف مركا وحاو واجب كو إنو كالما يستعي عبسي دي إلهي سبحانه وتعالى نمانكي يرراي إنو آخرين اي كتاب كيني قيمها بدناي عمريد إغاها يو حاكم لها أبياد إنو آخرين ايين من الرياء مضاعفا بيتك مهاش وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. يعني قفكم مركز تو وسمع رأي استسلم رأي حولها وكتير أسيق لفتي سوحا قرانا سايلو كدري هاي الله كعبسي الله كعبسي وعين لها لا إخلاص إن هذه الله يخطو صناعته سيالو قادم مقصودك أو سعوتاك لأن الوسائل لها حكم المقاسب وسيلة عصيمة ريسانة وحي لحكم قنيسة مقصود كهذا يتشهده مركب وسيلة هذه كوها لأكتاب مقصود كنا وكوها لأكتاب قفكوا وعينوا وحبرتوا لابد أن يكون الشخص متعلما من لم يتعلم في السقر لا يتعلم في الكبر يرانتي هذه الحكوب برموية يعني كمسوا وينانتوا كمية لسوا فرصة هذه يرانتي ويدي كمية لسوا وينك تعلم فليس المرء يولد عالما إن الله حبر تايوان مناسب سيادوه قائم ساي مستقبل كاية النفط على يدد كاية إمام أحمد بن حنبل بحالة ويدي علمي قال سببت الله برطة محايتا وحولي لابد شيرو وان لابد شيرو رفع الجهل عن النفس متك لابدنا وعن الأمة وي بل كل كوكو بادينا النفط على كاقادة جهلية كدي من عالوت الله وضعي إن أتكقى داي أمد وقفه قامية أمقطاي وقايدة إيه بشي كاس وقفك كو هلاقي كرا مستقبل كيسة إمام الشافعي رحمه الله تعالى مركو كهلية وحبر الشرع إيه يسكو حليه ينقفك تقوى لألية وحبر الشرع وكيلها وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. يعني قفك اللي يرضي إلهي وان كود بارتي هدوسة لك عب سنين شخصية دي سواء اعتبار يا واحد اتوه اللي يهم اتشرو من لم يذوق ذل الجهل ذل تعلم ساعة يجر ذل الجهل امكاس الجهل اول حياتي ما هي رالي نغلق. يعني قفك هدوه ساعة وحبر الشدة ودو القادم وهي وحا كدلنا يساعي هدي ولي جبينو جاهل نقونا يا وتشيدنا يا قوي جاهل جاي حال ربع قفكو ينو السماء ياي مركو أرض ياي صدح مرحلة إنه قوانا وقعته إنه عزيمة بالنفس لا يمعلو إنه وحبرتا وحا وبرتين إنه قو عمل فلاين وقوان صلو عقب الله كهر إيمان ينا إنه تحمل السماء يا وصبروي هذا قفكو وحي وقوان كاكو قاتا خير يا شر وحي دوربها هذا نتيجة في عمكا كينا ninki iska laha risaalada yareed ee maxay ahayd laamiyatul arab shan faraam iyo aha een qisa laga wariyay waxay yiraahdaan culimadu aabihii bay niman u dileen nimankii ba isaga adoonsaday adu qisada markii la soo wadaay mihwarkeedu wuxuu aha wuxuu go'aansaday aabihii inuu ugu aaro almost 100 nin إلا علماء كدهان سجاشن السجال النوليل بكود دلي حالا مركو دنتي بود دليو ميت بع لفتي سي شو ورا مكرا كفاي مركا لفتي بصافي ننتو عروش يهون تمارن كجش مركا قف كي مركا هدي وحبر الشدي ساي نيكا سو حجوان كوجا الشر بعده حسنا يه إن النتيجة كأناي فعل كي حماي وكجوني مركا سو حلو حان كالميسنا يا
وإني كفاني فقد من ليس جازما بحسنى ولا في قربه متعل ثلاثة أصحاب فاعلك كفاني ما منها ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إسليت وهل مجر قال لها يعني سبح ذي حارب إنه قال ما يستيبو هوش أيضا هذه النتيجة دي كوغاري وحالي هاي أرضوا وحبرانا يساعي وحاور جينا يعني مرحلة دان هادا يكو تيران التعليمي جاي كو هاد بغية كو صوص عربا انت حدا يا يا كسي عروس انت حدا يواسعيش الكو غاري ينا وانت ناساس كيه انا سيفي عنو براتان انت وحاوغا بحيا أرضوا والدين توحانده لها قفك وحاوغو قيمها بلان يفرح قليا وإلمي سينو أحالو إلما استقام في عن لباو في عن أبدك إلهي سبحانه وتعالى والدين توحي أهلو ربار يعني إنو إلهي أبدك وهاجاتيو أبدك إنو هاجاك سنادنا وحاكو حرانتاي والدك إنو أبدك كو هاجاتي محل مناسب وحلقة برانكارو إنو والدكم إلمها ماشا كو هاجاتينا وحا سببوها إنو يسوي دراية النفسية اللي يهيو دينتي سلفتي إنو يسوي حاول الشمية وحيرو إشمامه وكل يهيو قصة وحاجر تلورياء ما أقانا سوى حوغة تلاني والد والدين تكمي لبا المكيسة سوجل بيي وصوك حيو وحوك يعني مراكز كمي لمراكز تلقبرت شرعاء الإسلامك مركا معلمين تي يمدارة دي حفيز كيبو كياني مركاسو الحوير والدو إلما حيغاني وحو يقانا يمتشري وحان رباعينا وحبرتان المين يقول والدك بيهم بوشيغي يا يعانو وحفر بابا باقو في عانا معلمين تي باكو يري بالي وربال وحال شيك تاي وحما تقانا هاهو آد بانو أقانا بيه نبيا وحما كتقانا بالي آد بانو أقانا بيه وحكا شيك بالي فرعون بيري بالي ها المين نبيا وحكا شيك مكلي فرعون بوشيغي أبيه وذيب يريد عليه صلى الله عليه وسلم معناه واحد قراني صار يربى وياكله ويحافظ عليه والد كينا مرها دو فرعون كوس صلي عليه المينا ووعت لابسين يهينو فرعون نبي هاي معناها متكي وحلا باري لها إلا ما قراني كين من وراء بلا قف المين ما كينو والد كو كينا إميل مناسبة أو وحبر شكه لهاي وحا سبب أو مرك كباب كوس قراني برامج كاي والد كينو اللي هاي دراية علمية انو وحونك اللي هي دينة اسلام كا لان صوت وحاوه وواجب فريضة على كل مسلم ومسلمة قبر كستو مسلمة من كستو مسلمة هاي اني شرعاء اسلام كبرتان واجب يكوت هاي والد كا وحانا وقدر دار ما ياي انو سيلمها كغحريني انو سيقل لفتيسو واغي خير الناس من عرف قدر نفسي باليري إنا أقوان ولهين وحن هدايا الوقت هيا إنا دي المحاقة انتهت صورة علي على أكفر يسطول وحبرته هدايا الوالي تهيا وإلهي سبحانه وتعالى وإنفاق في عانه هنتيها كسية المحا ماشي وحكبرانا يان إنا دي إنفاق في عان سيسو سيفي عوحا وكبرته إنا المعلمين تهلا أد مساندو النقطوت قرب استيقته المها هنا وهو كلمة إسحاق شريعة الإسلام كي يبرشة الدين تمسلم كا سوى على المتوسّن نبي عليه السلام من الله عوي ماله مركزه حكول قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه غيرك رسول الله هذه شكتا هل كلمة أنا قفك لودينين نبي حكول لي قل آمنت بالله ثم استقم يعني وحاط على إلهي هما توحيد كلا يمو كدبنا عبادتي لا يمو أو كتوصنا والجوارح دي حبنيه كعمل فل أو استقام الله يمو قفكم مركو انت الله يمانا يا ومركي وقرانا يا وحانو كعمل فل وكل من بغير علم لم وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تخبر يعني قفكو مركز تبا وحاو كو عمل فرق يوانو علم ليه والدك وحان كلاطة إلا الماء وحبر الشيطان هلو قرب استيقو معلمين تهلق غور هايو إذن كون هايسكوه المامينة جهلي هايسكوه المامينة هداد ديريمي ساي وحون ديني نيكام مقانت هاي وماشي لقطة البلعين اللي هدان كلاطة للها وحان كسو قبقبين الهدي الهير هذا ما ممكن مركز كا معلمين تا صاحبك الشيخ محمد جيلية ومديرك مركزك
صاحبك الشيخ أو سيدنا مدرسك شيخ عبد الرحمن وحنده لها نبي عليه الصلاة والسلام وحوله حدوم يدين كأن يكمل هو عمل سمينا يوم إلى هاي وحول تعالى إنه عمل كاسوق قف كاسمينا يوم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلى هاي وحول تعالى هاي حدوم يدين كأن يكمل عمل سمينا ياي عمل كأنه سوق تعالى دراسة على آخر إنسان وحرجين ياي إن دراسة سكتان ilmahan inay noqdo ilmo si fiican wax u barta idinka laftiina cilmiga naafiicay wuxuu kamid yahay waxyaalaha qofka bilaadanka amalkiisa uu soo gaayni markuu geeriyoodo sunnibu sheegay alayhi salatu wasalam inna allaha yuhibbu almaali yuhibbu umur inna allaha yuhibbu maali alumur ilahi wuxuu jecel yahay umurta mideeda sareysa waana naca safsaafkeediya mideeda hooseysa ardadaada iyo ilmahaada wax baraysay inuu noqday mid naafiic ah oo ka qaada cilmiga aad u qiimo badan tahay saaxibayaal waxaan ii sheegay hadii la yiraahdo idaaradan inaad noo hagaajisaan ilmahaana aad si fiican wax noogu bartaan idinkana camalkiina uu ziyaado aakhiriya adduunkaba qofka muslimka wadiifadiisu waa sidaa aad baad u mahadsantihiin raalli ahaada insha allahu tacaala anigu hadee waa ka duwanahay culummadu iskuulay baan ahay oo sheekh saaxib amar dhigu yar dhaga hadlay oo iskuulada uu yar xafuujiyey marka wixii aan khalday haddii xagga uu nimankii la xafuujinayay baan ka mid ahay iyo cudur daara insha allah saamixuuni baarakallahu fiik muxaadaradiisa qayimka ee aadka u wanaagsan ee shaamilada ee taariikhda iyo dardaaranka iyo hawlaha faraha badan kulmisay aad baan aumaad celinaynaa waxaan ku xujinayaa intaa kadib sheekh faarax maxamed sheekh faarax kusoo dhowo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب ولا ليال آد بلو ما تسنتين كسوق أبقال يا شرمان وعلماء ديوه الرئيس والدين ardaydan qiimaha badan ee maantana farxadda geliyay mas-uuliyiinta gadaal in laga soo biiray inoo yimid waxaan leenahay soo dhawaada waxaan rabaa in ma rabo inaan hadalka badiyo wixii la sheegi lahaa culimmada inoo sheegay maanta waxaynu qaadanay duruus muhim ah wa shahida shaahidu min ahliha in kaana qamiisuhu qudda qisatu yuusuf waxaan maqraati ka nahay ardayda culuumta ay soo bandhigeen ee qiimaha badan aad iyo aad baana u faraxsannahay wayna farxad geliyeen ardaydu waana filaynay culimmada meesha joogto juhdiga qiimaha badan iyo yacnihii waxyaalahaas inay meesha ka sameeyeen aad iyo aad baan u filaynay waxaan rabaa inaan hal kelima idhaahdo ardaydu cilmigu markii la baranayo himma caaliya waa shay muhiim ah kitaabka hadda inoo soo bandhigayseen waxaa ka mid ahaa idil fataax asbactiqaadihi rufic wa kullu man lam yactaqi lam yantafic qofka dhallinyarada ah la yidhi yacnihii ummadda waxa u qiimo badan waa cumriga hore ee shabaabnimada dhallinyaranimada weeye markaasa waxaa la yidhi idil fataax asbactiqaadihi rufic ninka dhallinyarada ah ictiqaadkiisa meeshuu joogo darajo sare ku gaaraya martabo caaliya ah wa kullu man lam yactaqid lam yantafic cid kasta oon caqiidaynin waxa ay baranaysa ahmiyadda uu leeyahay lam yantafic buu yidhi alimaamu yacnihii ninkii ahaa saaxibulkitaab nadmu ljunuubiya ninkii iska lahaa wa kullu man lam yactaqid lam yantafic idan ardaydu waxaa laga dooni ictiqaad qiimo badan inuu ay caqiideeyaan waxa ay baranaha inuu yahay aqla shay shay la barta midkii u qaalisanaa wuuna yahaba waa shareecada islaamka hadday tahay usuul iyo hadday tahay furuucdigo halkan waa lagu darsaa bal waxaa la akhriyaa nooci xalaqiga baa loo akhriyaayo wax muqarar ah oo meelaha laga soo gogooyo meehe min awali lkitaab ilaa aakhirihi baa la akhriyaa maxaa yeelay dadku waxaa laga yaabaa waalidiintu inaysan ka warqabin qaabka duruusta ay u baxaan
waxaan ognahay kutubtaas oo halkan lagu aqriyo dad waaweyn oo manaabirta taagan oo qubaad isku tilmaamayo oo markasta aan aragna wajiyadooda inaysan aqooni ma dareensanayo oo caqadkii markasta ku ciyaarayo ardayda marka waxaan doonaa waxaan leeyahay fursad haysataan qiimo badan ka faa'iideysta insha Allah ta'ala waalidiinta halkan iman leeyahay waalidiintu dhafar xumadan bulshada waxa u galay waalidiinta weyn ficillan markaan ka hadalno tuug ma jiro faasiq ma jiro ilaa guriga ka soo baxa tarbiya xumadu meesha ay ka dhalatay waa mas-uuliyaddii aabihii oo la waayay oo meesha ka baxday babtaatanba siba kuwa caamada ah ee ama dowladda u shaqeeyo ama si kale u xamaasho waxay moodeen mas-uuliyaddu inay tahay oo keliya biilka in la dhiibo fiiska iskuulkana la bixiyo guri weyna la dhiso qandaraas la raadsado intaa bas bay u maleeyeen markaasaa waxaa dhacday inay dariiqyadii la mari waayo oo arday ilmihii yaryaraa ay tuugo noqdaan haddana markay arrintii dhacdo dowladda loo cawdo la yiraahdo waxaan codsanaynaa dowladdu inay tallaabo ka qaado tuugada telefoonada dhacayso maxaa dowladdu ka gala waxaas cunug shan iyo toban jir ama siddeed iyo toban jir oo telefoon yacnii toorey la taagan dariiqa xaggay ka arkaysaa dowladdu cunugaa guri uu ka soo baxay baa waagi uu yaraa yaa laba arrimood ku dhaceen waxaa laga yaabaa inay waxu la siiyey sida nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam kullu laxmin nabata min suxtin fannaaru owlaa bihi buu nabigu haddii cunuga cunno xun la siiyo oo wax xun uu ku soo koro islaamku u dhiba dariiqu ku soo dhici waxaan leenahay marka in guryaha horta laga shaqeeyo oo qofka mas-uulka ah ee ilaahay mas-uuliyadu saaraya ragga ah mas-uuliyaddiisa iyo doorkiisa ku aadan guriga waa inuu qaato haddii ani aan qaato nin kasta uu sidaa sameeyo waxaa halka iga muuqdaa inuu soo bixi jiil wanaagsan oon tuug lahayn oon zaani lahayn oo khaa'in lahayn oo boqolkiiba sagaashan iyo sideed ama sagaashan iyo sagaal fiyow halkaa tuugana waa la arki waad ogtihiin dariiqyada maanta wax ka taagan harki jidka lama mari karo habeenkii lama mari karo cid wax ka qaban kartoon bulshada ka helay ma jirto walaa MCA ba waxba ka qaban karin police commander waxba ka qaban karin governor waxba ka qaban karin bulshada ayadaa lada in isku tashato waxaan leenahay mas-uuliyiinta inala jooga martida ah ee na soo ikraamay ee munaasabadan qiimaha badan kasoo qayb galay ayagana waxaan leeyahay hal kelimo mas-uuliyad caama ayna saaran inama eedaynayno tu khaasna wayna saaran tahay saaxiibaatiin nimayow diinta islaamka iyo goobihii wax lagu baranhayay in ligu yeero sax ma inaad imaataan baa muhiima inigoo jamaaca jamaaca u socdo inaad macadkan timaadaan oo midkaa kale tegtaan oo macalinka oo galaas ku jiraad u tegtaan war macalin waran oo ilmaha aad la sheekaysataan saasaan idinka dooni oo baahida dugsigaad ogaataan wax yaroo ruuxa uu samayn karay dugsiyadii iyo goobihii waxbarasho u baahan yihiin oo gogoshay ka mid eh oo masaaxiibtii ka mid eh haddii nala raadiyana waxaa lii lama arko ragga lama arko oo aada baa logu rafaaday middii caamka ahayd markaasa inii fiicnaanaysaayo bal khaasiyada usoo laabta marka insha allahu tacaala anigu waxaan leeyahay markas alimaamu shaafici oo marka hore qeyb qur-aana ka koobnaa oo qeybtii taxfiidka ahaa maanta wuxuu yeeshay qeyb nidaami ah oo machada culumta lagu akhrinayo oo iskugu jirto nooc xalaqi ah iyo nooc kaleo yacni nidaamiga ahay oo shahaadi ah maanta halkan waxaynu ku soo watinay arday aada u qiimo badan oo ah inay ka gudbeen marxaladii koowaad una gudbahayaan marxaladii cidaadii ahayd annagoo ka warqabna waxa la baray qiimaha uu leeyahay oo culimmadii ku bixiyeen iyo sidii ay usoo dhabaraadeegeen annagoo la socon culimmadu waxaan leenahay laa shukra cala alwaajib shaqadiinni waad qabsateen ha ka daalina oo xarunta raggii ka hayay baan ka hadlayaa ku sii wada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay halka inooga soo baxdaan ubad aynu ku faanno oo cilmiga si fiican usoo gudbiyo wasalaamu calaykum maxaadarada inoo soo jeeyay aad baan uga mahadcelinaynaa annagana kuwa qaata allah naga dhigo waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo sheekheena sheekh cabdirashiid oo ah aasaasaha guud ee xaruntan maanta xafladda ee ka dhaceyso masaajid macad dugsi oo asagana haduwaa la yidhaaho kelmadiisa inoo dhihi doona waxaan leeyahay sheekh cabdirashiid soo dhawow وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال وحنوم علينا يا وحرمنا أنه سيدة أرمنا إن عن رجال مسؤولين ولا لها إن نوع ماذين إن عن كسو مارتي
ayaguna ugu dambeeyaan marka waxay noo codsadeen oo inaga codsanayaan howlo badan baa noo yaalaan oon doonaynaa in haddii ilaah yiraahdo aan ka qayb galo waana la sugayaa marka waxaan doonaynaa badhaheen inaan kelimadaho inaan ka dhahno meesha marka waxaan samaynaynaa raggan walaalaheenna mas-uuliyiinta noo yimid ee uu hogaaminahayo walaalkeenna oo bokor maxamed khaliif ayaan marka soo dhawaynayaa insha allah oo maartay leeyahay ku soo dhawaada gacmo fura walaalaheenna inkasta ood naga dibdhaadeen insha allahu mawla waxaana codsanaynaa oon mar walba idinka doonaynaa annaga waxaa tihiin dadka aan tirsanayno ee loo dhexeeyo dowladda iyo annagoo shacabkii ah waxaan doonaynaa saqdida habeenka hadday tahay oon idiin yeerano oo dhahna abubakar maxamed khaliifow mas-uulkeennina mathale baa tahay walaalahaaga saaxiibahaaga iyo macalaadiga haddaan waddada taaganahay idin baahannahay inaad na ajiibtaan waa idinka codsanayna horta laakiin ama doonayno inaa idin raadino siduu walaalkeenna idinka horreeyay uu noo sheegay mise hadda waxaan dhahnaa inugunana raraadiya yaysan noqonin inkastoo hadda masaaidka aan ku jiro waan soo gaabsanayaa marka walaalayaal soo dhawaada maxamed abubakar maxamed khaliif aan kusoo dhaweynayaa asagaana garanaya raggan kale mas-uuliyiinta iyo nin walba shaqadii u hayana inuuna baro ayaana ka codsanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalidiinta iyo ardayda meesha iskugu imaate markaskan waa markaskeeni annagana mar walbo xafladda iyo mar walbo function aa qabtiin waan i garab taagannahay masaajidkana waa masaajidkeegii oo markaan gaarisa joogo aan ku tukado oo xaafadaayaga ah marka waxaa ila socdaan MCS laba MCS iyo hal wasiir gacanteeda midiga waxaa waaye mweshimiwa yunis stag waxaa laga soo doortay masalaani waxaa kaloo nala socdaa wasiir xasan wasiirka beeraha iyo xanaanaha xoolaha wasiir xasan waxaa kaloo nala socdaa deputy majority leader mweshimiwa cabdiraxmaan oo asagana laga soo doortay ijaara kolley hadal badan ma qabi waana isla joognay martibana ula socotaa marka howlahanna waa howlo diini ah mar walbana waan garab taaganahay maantana waxaan ogahay inay tahay xaflad lagu daafurayo markas waxay ahayd markii hore dugsiga lagu bilaabay dugsigii wuxuu noqday taxfiid macad haddana waxaan ii sheegay inay madarso u sii gudbayso aniga ahaan waxaan isiin insha allahu lacag 50,000 ah sheekaan usoo dhiibi marka wixii taasna waxaa waaye waa sadaqa oo aniga jeebkeyga ka socoto saa ogtihiinna MCS markii xaflada loogu yeero waan imaanaa laakiin inta badan lacag ma hayno sida c d f oo annaga dadka aan siino ama dadweynahan loogu dhiibo waxaa waaye afkeena inaan dadka ugu hadalno unbaana loogu yeera mishaarka waxaan ka aheenna oo aana qaadanana ma laho marka insha allahu sheekh cabdirashiid ani mishaarkeyga 50,000 aan markay bishan dhammaatan isiini marka ma sii dheereenayo marka waxaan rabaa inaan ku wareejiyo mweshimiwa yunis asagana kelmadda hanoo dhaho kadib waxaan ku wareejin cabdiraxmaan hanoo soo dhaweeyo wasiirka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulillah wathanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilaahi subxaana watacaala ba mahads kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waalidiinta iyo sheekhasha oo maaragtay programkan soo wadeen aada u mahadsan tihiin ani hadalkayga ma dheero insha allahu tacaala marka waxaan u malaynaya kolley dadka maaragtay naga mida meel u socdaa marka arrimo badan kale baan leenahay hal iyo laba baan rabaa inaan maaragtay ani waalidiinta iyo sheekhashaan u sheego horta saad arkaysiin adduunka hadda la joogo waxaa waaye wuxuu ku dhisan yahay waxaa waaye generationka maaragtay soo socdo oo caruurtan yaryar ka ah waalidiinta waxaad ogaatiin mas-uuliyad baa nin walba ka saaran cunug uu dhalay ama hal dhal ama laba dhal ama 10 dhal caruurtaada hadday hagaagaan waxaa waaye adduunkaada iyo aakhiradaada waa hagaagtay marka waxaan idigu boorinayaa waalidiinta nin walba cunug uu dhalay maadaama ay mas-uuliyad ka saaran tahay hadduu maaragtay diinta ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka madrasada iyo waxbarashada kale oo maadiga ah hadduu ugu dadaalo cunugaas waxaa waaye adduun iyo aakhiraba waad u helisay
had ilmaha aad arkaysiin oo magaalada maareeyta laga calaacalayo ama iskoorisa ahadaan ama waxa kale ku jiraan aakhara ilaahay subhanahu wa ta'ala cidu weydinaayo waa waalidka waalidka cunuga haduu dayaco waxa waaye cunuga yaraantiisa haduu ku soo halaabo haddii asawayna waxa waaye maareeytay wax faa'iido u keenin male marka caruurta lagu dadaalo waxbarashada ayo yar yar dadana anaga waxaan u maleeynaa barigii waqti aan darsi oo isku dugsan dhigan jirnay shan iyo toban sano iyo lix iyo toban sano ayay ka sii weyn ba ardayda lagu geyn jiray laakiin hadda alxamdulilah laba sano saddex sano shan sano ayay jiraan ba maaragtay waxbarashada la geeyay marka sheekhashana ilaahay subxaanahu watacaala baa awaalkii awaalkiina garanay kolley nin ilaahay subxaanahu watacaala iyo aakhara iyo adduunka la garanay waa awaalkiina garan marka ilaahay subxaanahu watacaala hani gargaaro dadaalka ah oo diin nabada annaga waxaa waaye mar walba maaragtay arrimaha diinta maadaama MCS ka tabartooda iska yar tahay laakiin waa isku garab istaagnaa ana insha allahu tacaala lacag labaatan kun baan abubakar aan ugu daray wax walba aad uga baahatiin program walbaba anagoo ni garab taagana waxay tabarteen ah marka hala dadaal insha allahu tacaala aadana umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay mweshimiwa Yunis marka waxaan rabaa inaan ku wareejiyo microfoneka mweshimiwa Cabdiraxmaan oo deputy majority leader ah asagana uu noo hadlo kadib wasiirkeena uu soo dhaweey السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدكم واد محار رأينا وحبا ليه أرديد مانتا قلن جبنيسه وحلفت حلف الدينية ده أي كان إنا يحور وصعدان أي قلن جبنيس كيدو أي تنك لحي مارة كدين أنا وقت بدن قادنا يجين حلفت كلام نقلسك هاي sidoo kale keenay Abu Bakar idin sheegay dadaran ku bixiyay iyo mushiimaha Yunus igare waxaan baaq u diraa waalidinta maarata ilmaha oo ardayda quraanka kariimka barteen duadoogtiin anaka dhaqan Soomaali dhaqan diineed ba qofka muslimke anugiisa inuu ku barbaariyo quraanka kariim waa muhiim waana laazim إنه قفك سقف مسلم إنه كتابك الله سبحانه وتعالى وحبارته وبرته وما أردت والدين تنعي كده دالان الرسول كحديث محكسنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه ما أردت محايد نكو قاربا إنك قرآن أنت برته هذا نسيب برء وصيفة فيه إنه والد ما أردت أردي دادتك وحبار شيقشي إنه كده دالين أي هذا وما أردت أي ay ilmaha wax baran ay kan ajir kale leen mar kasta ay geysi baran ku kasta ku sidoo ajir ma ku si dhalnaa ninka walaalkeena Abu Bakar oo galbeed laga soo doortay maasanya waa nin maasha Allah oo ma aragtay shaqada iyo tolkiis baa u fiican hadda kale xmay isla imaanay meel xalfade xalfade badan islaane maasha Allah san ilaahay barkay dad tolkiis iyo dadkiisa soo doortay malay inuu si fiican war qaban fira أنا هل بنقاين وزير أنا السعودية وزيري سودة إن شاء الله قال نوحر إن شاء الله قريب بسم الله الرحمن الرحيم أولا هرت وحارة وإن أمهد علي دمان أنت سوق وانقاوي سيحة فلدن umma maleenaayo xafladan xaflad kale oo ka muhiimsan inay jirto xaflad diin oo isku weeyay wax ka muhiimsan oo jiro malahan wadaadkana si fiican buu noo wacdiyay wacdi fiican oo dhinac badan taabanayo ka hadlay waxaan u rabaa inaan wax yar ku daro guriga asaaska markii la dhisaayo foundationka laga soo bilaabo hadalkeygana wuxuu ku socdaa waalidiinta waxaan u maleynay qof kastoo meeshan joogo waalida markuu shanta waqti salaada tukado waxyaalaha qaar uu ilaahay weydiisto waxaa waaye inuu ilaahay siiyo owlaad saalixa ma aha dadka waqtigan hadda joogo ma dhahaan ilaahayow owlaad isii ee waxay ku ducaystaan ilaahayow owlaad saalix baan ku weydiisanayaa marka owlaada saalixa ilaahay aada weydiisanaysana aasaaskeeda waxaa u ah uwadkii iyo ilmihii oo aad tarbiyo fiican siiso waxna soo barto marka haddii guriga foundationkii uu ka halaawo oo ilmihii markii ay yar yihiin waxbarashada ay ka halaawdo waxbarashadana waa laba qaybood waana soo aragnay annagaana ka marqaati ah
قفك الدين تمركي وصبر تو وحبرشة كرو إسكول كل جي مادية وكفى أنا بقول كي وبقول قفك كلا أنا مصمر وحبرشة دين تا وحبرشة أنا معهن إن علمها أنجي ندكسي أو قرآن كأي برتان أو حافظ القرآن أي نقلان القرآن كي هدي عاد برتو أو أنت فاتحة قبل الله إلا بقرة جين كرتو لكن آدم جرنين تفسير كيس آدم جرنين سيربي آدم جرنين فقهي آدم جرنين وحي كالو الدين تيوطن آدم جرنين حاون تهاي وقوف انت بوغلو ديوي ون أخرين كرو وحكرو هذا آدم آد كفامي ما مجرتو مرك الدين تي محي قوفك وقودنا ما استرميسا قرآن كي وحبرشادي آمبرنو تفسير كيسي آمبرنو ما دوين كيكروس في رده يوحي دم أيجنا أمبرنا. مركا أولاً أيجنا محرر إن أمه العليا دمان أنتي سوق وانقابي سي حفلة دن. أنا جرب أن أتاجنا هي تاجر أنا نين هاي. وان جعلان لهن إن أنا وقت هراء ما إنه إلا يمدد دير أنا لجوجنا. لكن حفلة كلو أيجنا نلوجي يري بارمني إن أنا أيجنا أنا إسلام مرنا نمان كان MCS ك. مركا تاجرنا وان نين هاي. وحالله وحي أنه إماتان إن شاء الله وبإذن الله الكريم وان 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 نقرب استاغينا انت هم بهذا الكيك السكوبي وانا ما تسنتين جزاك الله وغير عائشة عبد الرشيد سيه المسؤولين تا وهذه الله رضا هوله هذا وقف السحيهين وحنكس سعونا نهوشني حفلتنا جدًا قبل قبل كده وياي، أنت المهدم من شايف أنت عن لسين الكهر وحنكسر دوينا يا عصينا هيا، وأيضا كلمة وابنه دوران هل إلى وكم ده هو الدين تا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وحن أنا أقول لك يا كل يوحي وعدي يا وحي وأنا يا وحي ماركتي أن أردرا يا أخينا يا ولد فليني وعدي أن الله هو منفعه أدى أن أقول أن نصر علي وماركتي إن أن أدعي إنه إن أن أدعي إنه أن علماء إلماها ماركتي أن وحبرها هي علوم تاسك الدول قال يا أرطانا هو أخينا يا إن هذا أدعي إنه باي ماركتي مناصر كون بيت هاي مرت إن شاء الله وحن لا هي أن الله نوان فعه إلهي سبحانه وتعالى وحيه ولكن فإن ذلك تنفع المؤمنين وأنا ناس يعلمها أسمارت وحبلن هي وعد ناس يومارت حفلة قيمة حبلن أنت مارت من وصي لي أنت مارت أن أصبر الحين بع الله بركيه مرك وقت يدتك المسكفر بني هي وحن كسر كون أنك دعاءه إلهي وعلماء أسمارت هي مارت هي ونود أيه وخير كل الله بديو عمره وبركيه وعيش كل واسعيه للما هجيت كسوق عيا هذا وحبر هي مارت هي وحبران هي إنه لا وحبر شغوف هذا أيه إلهي إنه هو فعلا ما تين والد يوم حاق له هي يلما وحبران هي إلهي وبركيه دين تل إلهي ونفانسيه والزمن كان هذا أنجو ولوقت فتنت أسكفر بران فتن تاسكف على برامج إلهي ومارتي مليان نبت قريو أنا يعلمها النبا يعلمها النبا أنت أصلا ما فصل دعائنا هي أدتك المفر بلي هي مارك دعائها ما فصل قتلها يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولاً وعن سلام يا والدين تا يا معلمين تا يا أرضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وعن كم ذا هاي والدين تا معد كان إمام شافعي أي أودكتان أي عن كم ذا هاي وعن آدي يا آد أو غفر أحسن هاي حفلة دن قيمها بدن مرحلة كوباد أي أرضو كجذبين اللي هو يرى المنطقة سوق إبقالي أولادي عن هلكن كان سوي أيدي هنا يسينا أي هرت إذا وحكو أخرين قاب كي أي معلمين توحو برين يكيفيري أيو برين
iyo sidii ilmihii ay uga soo baxeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana sidii aan markii hore u sahamiyeen ka sugay. Waalidiinta iyo culimada iyo marti sharafka halkan iskugu imaatay waxaynu wada ogsoonahay, shaqsigu markii uu rabo inuu guri dhisto wuxuu jagaweystaa ama uu raadiyaa fuunday aad u fiican oo gurigii ugu qurux badnaa u dhisi lahaa ayuu raadsadaa. Sidaa darteed, diinta nafsirkeeda waxay u baahan tahay in loo sahamiyo. Sheekhii ilmaha aad u dhiibayso, hadday qur'aan tahay iyo hadday cilmi tahayba, waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaad u sahamiso adu ilmaha. Marka sahan dheer kadib, waxaan ku qancay inay maaragtay macalimiintan, culimadan, mashaayikhtan, Sheekh Maxamed Allaha barakeeyo, inaan u dhiibo cilmigii carabka qur'aanka anaaba ka soo saxay, xaggii cilmigiina isaga maaragtay aan ku aamino. Sidaa darteed waan ku faraxsanahay, kheyr Allaha siiyo. Waxaa waajibnaba inaan maaragtay ugu shukrino qaabka ilmaha wax loogu bareen. Annagana haddaan waalidiinnahay waan idin garab taagannahay, halkaa iyo meel ka wanaagsan ka sii wada. Ardadana waxaan u dardaarmayaa siday culimada horeba idinku dardaarantay, inaad idinkana dadaalkiinni sii laba jibaartaan. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد السلام وحنوم هذا علينا يا دمان دتك كسوق قبل حفلة ده ككوبا لنا عيب بدن ويوه الرجال والدين تا يعول ما والدين كا ay ku xigaan ardayda iyo marti sharafka kala dhammaan. Aad baad u mahadsantihiin ajiibitaankii iyo yeeritaankii aan idiin yeernay, idna soo ajiibteen. Aad baad ugu mahadsantihiin, jazaakumullahu khayran. Hawsha meesha aan iskugu nimaanay maantana waa arrin khayr ah, waa arrin diini ah. Waxaan joogna waa guriga Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Ikhwaanii, saad ogtihiin masaajidkan la yidhaahdo Mukarram, Masjidul Mukarram, oo sheekheena weyn oo aasaaskii saldhig u yahay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Aadan wuxuu ka kooban yahay qaybo kala bedelan say culimada iigu horreysayba ka dhawaajiyeen. Wuxuu ka kooban yahay masaajidku qayb qur'aan oo taxfiid ah, waxaa kaloo lagu soo kordhiyey markaskan la yidhaahdo markasu Imaamu Shaafici, oon u malaynayo hadda inuu shaqaynayo sanad iyo 8 bilood. waxaan u malaynayaa 2022 bishii 10-aad baan bilownay macadka. Ardayda maanta qaybta iftaayga dhamaysay ayadoo loogu talagalay 2 sano, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo suurageliyey 2 sano la gaarin inay qaybta ibtidaayiga si qurux badan ugu dhammaatay. Ilaahay baan ooga mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala. Kama wado kitaab walba boqol boqol baa loo bartay, ee annagoo kutubtii ku soo dadaalnay nooc walbay ahaayeen. Meesha waxaan ku akhrinaynay 7 fanni. Waa sida walaalkay Sheekh Faarax uu sheegay, muqarar iyo wax meelo laga keenayna anaguma akhrino. Shareecadeenii la arki jiray iyo cilmigii la arki jiray baan akhrinaa. Waxa sabuurad arday lagu qorayna waa takallunka luqada carabiga waay, intii kale waa xalaqaad caadi aan u akhrinaa. Waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey kolka muddada 2 sanaba aanan gaarin ee bilooyinka ay ka dhiman yihiin inaan ku guulaysanay qaybtii ibtidaa'iga. Kolley wixii noo laaban iyo wixii dadaal iyo wixii xifdi aana gadaal baan ugu sii noqonayna, waa sii dadaalaynaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hadda u sugnaatay. Ikhwaani wa ahibati fillah, wuxuu kaloo ka kooban yahay masjidkan qayb waxaa jiro in laga faa'iidaystana aada muhiima, dad badanna ka faa'iidaysteen oo ardaydan faraha badan aad aragteen. Waa ardayda ilaa 400 ah oo qayb boodin ah oo culima khayr Allaha siiye ay maaragtay juhdi badan ku bixiyeen la yidhaahdo Mu'asasatu Biir Al-Culuum oo hogaamiyaal aad u qiimo badan oo diinta Islaamka ka tanqado. Ardaydaas ma baxaan ayagu, layla wa nahaaran meeshanay joogaan. Waxaan u malaynayaa sheekheenaba u weyn waxa kutubta u akhriyo, sheekheena Sheekh Cabdiraxmaan Daa'uud oo hadda geeskaas fadhiyo, waa mudariska koowaad ee meeshaan oo boardingka ah, mudariska koowaad wey, khayr Allaha siiyo. Waxaan u malaynayaa goobta ninkii imaado ka soo wardoono 7 saac oo habeennimo kutubaa lagu raacdaa. Waa xaqiiqatan waan arkay anigu, waan baryaa nafteyda, waan joogaa.
تدبسا أربعي أنا كبرنا أنا أرجعني إلى هفدليجي سهلة وعشر إنت هلا دبقة دومي كل كا وحي مركز كان يا مساجد كان يا حرم طان إنت عصو قيود بك كورن طاي إلى هونوس ورجلي يا شيخ إن شاء عبد الرسيد أو إم بدر سود دالي أدو صورة برادعي جزاك الله خيرا كل كا وحان أدر دار ميا دمان أرضي ذا يا والدين ته أرضي ذا وحان لها هي وحبرشة ذي وابلو وحبرشة ذي وابلو تصالح الوقاتا شهادة ذو بحرينا يا وحي آد برتين بل ما يشو جوغين لو هذا وحبرشة ذي كو مجوكت وهنا دداشان ولما دعسكو درتان دذال إيو إلهي درتي أضوح وخر نيسانو دينتي إيو علماء ذي انتو بعد حرمين نيسان والد كان وحان لها هاي آد بادو في عانتين والقيمة بدنتين إلا حقا وحبرشادو عرورتي إيا حقا والدك إلا ضبا معنو لغاهيست إلا ضها أنا هدي أنك علماء دي آه إيا أرضي دي إيا والدين تي دمان أنا نو استاقل لما زولين كرو إلهينا أنا لك عشان سبحانه وتعالى وحال الدور يقول كوالدين تو أرضي دو وحبرشادو وابلو مرادال كيدين وانو عرقلي سي أرضي أن كفوزي لهاين وكل يبان له هرو وصعان لهاين وإن أكو هذا شقينه وعذر كيسا وحكا لسكده أرضي جو كتاب بقول أما بالله بقول الله دري ولعبتي سبيل الله مقال وإن قبصتي إن أنا كبحنا أنا قبصتي كولي وإنك جيرينا هستي كمت وحاكر الله هستو كمت أرضي أرضي إسقولكي وإن لقود داله شنت بري إسقولك أجيرو وحالوك عياه oo yaraan toban saac haweenimo maad kale waxa la imaada oo dhana imaada hal saac ama hal saac iyo bar qofka ugu dambeeyo waxa dhacday carruurta inay saddex saac imaadaan oo jiifka baan laga toosinin qaar ka hurdada iskaga noqdaan qaar waxay ku leeyihiin quraa wax loo sameeyaan weynayba ilaa shanta bariye kale maamulkii soo dadaalayeen oo duqay oo reerka toosinayay oo la rafaadsanay moogtay labada maalmood ee salaadii la soo kalaho waxayba ku tahay waalidiintii iyo ardayda labaduba dhib waxa loo kalihi iyo waxa lagu dadaalay markii hore loo kalahayna bal kala fiiri meesha isku joogan aad bay u kala fog yihiin kalkoo waalidiinta waxa ku codsareyna diinta waxbarashadu inay lagu kaalmeeyaan oo gacan laga siiyaan oo ardaygii laga dareemo waxbarashadiisu inay hoos u dhacsan tahay ayagaana la soo qaadi kara inay la soo qaadaan oo meesha maadiga ay ku dadaalayaan waxa waa adduunye diiniga ay ku dadaalaan intaas aan waalidiinta ku codsareyna waqtiga dheeraaday ولما بدنا واجهنا والله الله الخير الله سيوحي وعدها ولا نوجهدي كلك إن شاء الله تعالى وحنكسو كوريا كلمة إذا شعب رشيد بإن شاء الله يقدم مين وحفلة الأصحى حيرد وحفلة واجب جمع وحن كلمة إذا كسو كورة هي أن أمها علنا يا دك قيمة ربنا علماء يا غير يا والدين أنتم اسكو جيران حفلة دان أن أوير لما أنت الأصحى قيم جري أنت على الله فدي الأصحى بريو خير الله إذا سيو والدين دعائنا إلهي سبحانه وتعالى أبا الجود يا خير فرب الله يكون من أستو إن شاء الله تعالى عرضي لي وحنولجوا شنطة عرضي وانسكسوا قبل لي عرضي لك لنا هذا شهدوا لكم ذي السيرة وهديار عرضي لي وانسكوا درجوا وحيالان كوكو ليسنا وحاكملا صلالي يطمان عرضي سدح يتووي اللي لحق بنوض بطيبتي ابتدائي اللي يبوي لما أنتو درجة ممتاز كأوصر رئيس معلي فارح بحقوضة إيه كان لما أنتو تاسا كوكو ليسنا إلهي رسول قليلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.